السلام عليكم. ده المخ البشري، ولعلمكم ده أكثر عضو معقد في الجسم كله، وبعدين اتطور ووصل للدرجة دي بس عشان يعمل حاجة واحدة، وهي إنه يتعلم حاجات جديدة عشان تفيده وتحافظ عليه. فعشان كده العلم هو الحاجة اللي المفروض نستمر في البحث عنها طول حياتنا. وفي الكورس ده بنقدم لكم شرح مبسط عن إزاي تتعلم بطريقة كويسة، كورس تعلم كيف تتعلم من مؤسسة نفهم برعاية ريكسونا. قدمه لكم أحمد عبد الفتاح. ومن المنطقي جدا إن أول حاجة لازم نعرفها لما نشرح كورس تعلم كيف تتعلم إن إحنا نشرح هو يعني إيه تعلم أصلا. تعلم كمفهوم هو عبارة عن تغير بينتج عن اكتساب معرفة أو ممارسة مهارة أو حتى تغيير في السلوك، ومعانا أمثلة على كده. أول مثال هو اكتساب معرفة، إنك مثلا قاعد في كورس جغرافيا فالمدرس بيقولك إن عاصمة إندونيسيا هي جاكرتا، كده المدرس اداك معلومة صريحة وانت اكتسبت معرفة جديدة. تاني مثال هو ممارسة مهارة، زي مثلا لما تتعلم ازاي تسوق عجلة، او تتعلم العزف على آلة معينة زي الجيتار، او انك تتعلم تسوق عربية. وعلى فكرة المهارات اللي زي دي بتتخزن لفترة اطول من المعلومات المجردة لاختلاف نوع الذاكرة. تالت حاجة هو تغيير في سلوك، زي انك تتعلم ازاي تاكل، ازاي تتكلم، او ازاي تمشي وانت لسه طفل صغير لحد ما تتقنهم لما تكبر في العمر، او زي ما تتعلم معانا ازاي تتعلم في كورس تعلم كيف تتعلم. بعد ما عرفنا مفهوم التعلم هنتكلم عن بعض الحاجات اللي بتأثر على التعلم، وتنقسم لمجموعتين: عوامل داخلية وعوامل خارجية. العوامل الداخلية، وهنا هنتكلم عن المخ البشري. المخ بيتكون من 86 مليار خلية عصبية، مش 100 مليار، وده خطأ منتشر جدا. 14 مليار مش رقم صغير عشان نغلط فيه. الخلايا دي بتتشابك مع بعضها عن طريق الوصلات العصبية، وفي كل وصلة فيه نواقل كيميائية بترتبط ببوابات على الخلايا العصبية التانية، ودي اللي بتعبر عن التعلم سواء كان طويل المدى أو قصير المدى. وكمان في عوامل بتندرج تحت تأثير المخ على التعلم، زي النوم وأهميته للتعلم. على فكرة النوم مهم جدا للتعلم الفعال، وفي حلقة تانية هنتكلم عن المخ بتفصيل أكتر وعن الأساليب الفعالة للتعلم. العوامل التانية هي العوامل الخارجية. العوامل الخارجية بتأثر على التعلم، زي الأكل الصحي عشان عقلنا يشتغل بكفاءة أفضل وما ناكلش أكل بيساعد على الخمول والكسل. تاني عامل هو الرياضة السليمة، زي ألعاب القوى وكرة القدم والجري، عشان الدورة الدموية تكون دايما نشطة وتساعد في توصيل الدم بكميات أكبر للمخ، يؤدي لتعلم أفضل. وأهم حاجة بتأثر على التعلم هي الناس أو الرفقة، فلازم تبتعد عن الناس اللي بتحبطك وتقلل من طموحك وأحلامك، وتقرب من ناس بتساندك وبيدعموك تكمل. خليك فاكر النجاح عاوز مجهود منك، ولكن الأفضل إنك تعمل مجهود بذكاء عشان ما تضيعش وقت كتير. أتمنى تكونوا استفدتوا من الحلقة دي، وانتظروا الحلقات الجاية عشان تتعلموا إزاي تتعلموا صح. وخليكم دايما فاكرين عقلنا مش مجرد جهاز كمبيوتر بتدخله بيانات وتسترجعها تاني، لأ عقلنا أفضل من كده بكتير.